بسم الله الرحمن الرحيم. لدخول معمعة الامتحان التي يكرم المرء فيها أو هذا الامتحان في الدنيا والآخرة الذي خلق الموت ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هم الذين كفروا بربهم يعدلون. الصورة الرابعة هي صورة سبأ. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. الصورة الخامسة يقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. إذن هذه الصور الخمس المبدوءة بالحمد لله بالحمد لله. هذه الصورة تعرضت لخمس قصص، وأن مجمل وعام حديث هذه الصورة هو حول القصص، القصص المذكورة فيها. وهذه القصص هي طبيعة الحال للاعتبار والاتعاظ وأخذ العبر منها، وهي من جمالية قصص القرآن الكريم، وذلك في سبيل تقرير مضامينها الهادفة وترسيخ العقيدة الصحيحة في النفوس وتصحيح المفاهيم الخاطئة. إذن هذه القصص هي لأجل هذا الغرض ولأجل هذا الهدف. فما من قصة في القرآن الكريم إلا وتحمل أهدافا ومعاني سامية. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الباب، ما كان حديثا يفترى. أما الأولى في قصة في هذه القصة هي قصة أصحاب الكهف. القصة الأولى هي قصة أصحاب الكهف، وحال استعراضنا وحديثنا ووقوفنا مع الآية فسنقف مع هذه القصص في دروسنا المقبلة بحول الله. الثانية قصة القصة الثانية قصة أصحاب الجنتين، أو قصة صاحب الجنتين مع صاحبه، صاحب الجنتين مع صاحبه. القصة الثالثة هي قصة آدم، إشارة إلى قصة آدم وإبليس. ثم الرابعة قصة موسى مع الخضر، والخامسة قصة ذي القرنين. وهذه القصص كما قلنا تشير إلى أن لكل واحد منها يعني فتنة تحركها. كل قصة عندها الفتنة اللي حركتها والتي تحركها مع كل إنسان يحمل هذا المعنى أو هذا الهدف أو هذه القصة. ففتنة الدين كتمثل قصة أصحاب الكهف. الدين يعني قد يفتن الإنسان في دينه في عقيدته، فقصة أصحاب الكهف كتمثل هذا الجانب، يعني فصبروا وابتلوا وامتحنوا في دينهم وعقيدتهم هؤلاء أصحاب الكهف. القصة الثانية وفتنة المال هي القصة الثانية، فتنة المال. فما وجد المال إلا وهناك فتنة، الفتنة فتان كثيرة، وهي صاحب الجنتين. إذن القصة اللي في هذه الصورة هي صورة الكهف. ثم القصة الثالثة
هي إشارة إلى قصة آدم وإبليس، فهذه قصة الطاعة والأمر، قصة الطاعة وفتنة الطاعة والأمر، يعني الفتنة متاع الطاعة، الله يأمرك بأن تطيعه، فيفتن الإنسان ويبتل الإنسان ويمتحن الإنسان، هل يطاع؟ هل يطاع الله سبحانه وتعالى في هذا؟ هل يطيع الله هذا الإنسان، هل يطيع الله أم يعصيه؟ إذن الإنسان يفتن، يفتن في الطاعة. ثم فتنة أخرى وهي في فتنة العلم، قصة موسى مع الخضير، وسنقف إن شاء الله في كل قصة مع هذه القصص في حينها. والخامسة قصة ذي القرنين وهي فتنة السلطة، فتنة السلطة والجاه، وهذه القصص إذن قلنا كل واحدة تشير إلى الفتنة اللي كتحركها. ثم هذه الصورة أو صورة الكهف استعملت هذه الصورة في سبيل عرضها لهذه القصص الأربع أو الخمس، استعملت أمثلة، كتستعمل كذلك أمثلة، وهذه الأمثلة تحدثنا عليها في الدرس السابق، ذكرت بعض الأمثلة وذكرت مآل الدنيا على أنها إلى زوال، وذكرت مآل المتكبرين إلى هلاك والعاقبة التي تنتظرهم. وكل هذه القصص كما قلنا الهدف منها الاعتبار والاتعاظ. سميت هذه الصورة بهذا الاسم أو بصورة الكهف لذكر الكهف فيها ولذكر أهل الكهف فيها. علاش الله سماها صورة الكهف؟ لأن الله ذكر فيها أصحاب الكهف، لأن كل صورة في القرآن الكريم سميت بالقصة أو بالحدث الذي وقع فيها. مثلا صورة الفاتحة لافتتاحها بكتاب الله عز وجل، لما يفتتح الإنسان المصحف الشريف يجد أول صورة الفاتحة وغيرها من الأسماء. صورة البقرة لذكر قصة البقرة فيها، وصورة آل عمران لذكر آل عمران فيها، وهكذا صورة النساء، صورة المائدة، صورة الأنعام. فهذه الصورة صورة الكهف تسمى أو سميت بهذا الاسم لذكر الكهف فيها. فهذا الكهف هو الغار، الكهف هو يعني الغار اللي كيكون في الجبال في الجبل، فهذا يسمى الكهف. والكهف إذا انفروا إليه هؤلاء الشباب وهؤلاء الفتية بدينهم وعقيدتهم، والوحد حينما يقف ويتأمل هذه الصورة ويتأمل هؤلاء الذين التجأوا إلى الكهف، فيجد أن الذي ينتصر للدين وأن الذي يقف مع الدين وأن الذي ينشر الدين هم ضعاف، هم الفقراء، وإن كان هناك أهل الخير وأهل الغناء وأهل الثراء، لكن الغالب الطابع العام عند الناس الذين يقفون مع الدين هم الناس البسطاء، والدين ينتصر من بيوت بسيطة، من بيوت قد تظهر الإنسان ضعيفة فقيرة. الذين نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم هم الفقراء، الذين نصروا الرسول صلى الله عليه وسلم هم الضعفاء، والذين نصروا وقفوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم هم الناس اللي كان يشوفوا فيهم يعني بعين الزراء بعين الاحتقار، حتى أنهم كانوا يقولون للأنبياء قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ الدين عنده في الغار، وبدأ كذلك في الانتشار بالغار، حيث نزلت عليه الصورة أول صورة اقرأ باسم ربك الذي خلق في الغار، ونزلت الآية إلا تنصروه فقد نصره الله إذ خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ابدأ بالغار، يعني الدين ليس بالضرورة أن يبدأ بالبروج العالية ولا بالقصور ولا بالبيوتات الفارهة، وإنما قد يبدأ من بيت بسيط ومن إنسان بسيط وبنية صادقة، فيضع الله ويجعل الله فيه البركة فينتصر هذا الدين. إذن الدين بدأ بهذا. ثم هذه الصورة إذن تحمل هذا المعنى، صورة الكهف. فضل هذه الصورة، هذه الصورة فيها واحد الفضل كبير اللي يقراها، وكاين كثير من الناس أنهم